بسم الله الرحمن الرحيم. موضوعنا النهاردة إن شاء الله عن موضوع التوحد أو التوحد عند الأطفال. طبعا نبدأ بتعريف التوحد. هو الحقيقة التوحد يعني مجموعة، مش حاجة واحدة بس، يعني بيقولوا عليه طيف التوحد أو مجموعة التوحد، بتشمل بقى يعني متلازمة أسبرجر وريت، وبرضو قريبة من attention deficit اللي هو الطفل الحركي القليل الانتباه. يعني بيبقى فيه نوع من أنواع التأخر الحقيقة لدرجة ما في المهارات التواصل اللغوي أو التفاعل الاجتماعي اللي بيقولوا عليه الفيربال والنون فيربال، يعني التواصل بالعين أو التواصل بالكلام، بتبقى يعني سبيكترم يعني أو طيف. طبعا الطفل زي ما حضراتكم شايفين هنا بيبقى فيه صفات معينة، زي ما شايفين مثلا الطفل بيضحك ويقهقه بدون سبب واضح، واحيانا في النقيض بيزعل وبيغضب قوي برضه بدون سبب. ساعات بيعمل العاب يعني ايه مش غير تقليديه او حاجه، العاب الخاصه يعني بيه، تلاقيه ماسك حاجه عمال يدور فيها يلفها كده. ساعات بيرتبط بالمقلمه بتاعته بمخده، يعني بيرتبط باشياء ويحب الروتين، لو حد غير له الحاجه اللي هو معتاد عليها بيغضب جدا يعني. وساعات ده اللي بيخوف اكتر، ان هو ما بيخافش من الخطر، يعني طبعا الوالدين بيقلقوا عليه يبقى في عربية معدية ولا كأن في أي مشكلة خالص. ما يحبش التواصل البصري أو التلامس، يعني ما يحبش حد يحضنه أو يشيله، ما ينتبهش خالص، ما يحبش يعني يحب الوحدة، ما يقلدش أخوه الكبير، أو يعني ما تحس إنه في عالم، في قوقعة زي ما بيقولوا شوية. طبعا نفس الحاجات، وإيه ما يحبش الألعاب مع الأطفال والحاجات اللي هما بيحبوها مش متعود عليها. وفي أبحاث كتير بصراحة، من أول ما اكتشفوا التوحد من حوالي 30 سنة أو 3 عقود، يعني بيحاولوا يشخصوه، لأن اللي بيخوف الآباء لأن مفيش مثلا بلاد تيست أو أشعة أو حاجة تشخص إن ده توحد أو لأ، ولا حتى دي إن إيه أو جين. فكله بيحاول يعمل مثلا زي العالم ده كده دنماركي، بيحاول يشخصه من التون او طريقة الكلام بتاعت والده او والدته، يعني يشوف بتسكت كل قد ايه، الاستريم او تيار الكلام نفسه عامل قد ايه، يعني كل دي طبعا حاجات تحت البحث يعني، عشان ما فيش يعني. وبس هم لقوا الحقيقة في حاجات ثابتة قوي، اللي هي لقوا الاطفال اللي هم التوأم المتماثل اللي من بويضة واحدة، لو طفل اتصاب التاني بيتصاب غير التوأم اللي مش متماثل، ولو نسبته أكثر في الذكور عن الإناث، في دراسات قالت 4 لـ1 وفي 3 لـ1، يعني على حسب المنطقة اللي تمت فيها الدراسة. في نظرية برضه بتقول إن الطفل اتعرض لهرمونات ذكرية كتير، هو ده السبب يعني. فالتشخيص كله بيعتمد بقى على المقاييس، زي مثلا هنا مقياس ريملاند بيفرق بقى اختيار متعدد وأسئلة للطفل والوالد أو الوالدة، عشان يقدر يفرق بين الأطفال المنغلق مثلا، هو طبيعته منغلق ولا ده توحد ولا ايه. وفي مقاييس كتير على حسب كل دولة، في مقياس كارز وجيليام. طيب المقاييس دي بتقول ايه؟ زي ما حضراتكم شايفين كده، الأم بتقلق طبعا لما تلاقي بقى عمالة تكلم الولد أو البنت وهو في عالم تاني مش مركز معاها، فما بيكتسبش مهارات لغة أو يتعلم كفاية، فبتقلق على مستقبله. فبنركز بقى في المقاييس دي. طبعا اساتذتنا بتوع التعليم وصعوبات التعلم والتربوي وكده ناس متميزه جدا بصراحه. انه المقاييس مثلا زي ما حضراتكم شايفين كده، انه مثلا هل بيتجنب التقاء العين، يحدق ينظر، يقاوم الاتصال الجسدي، نفس الاعراض اللي قلنا عليها بيحاولوا يجمعوها في صوره يعني اختبار كده او تقدير او تقييم يعني. طيب العلاج، لو عرفنا بقى ان الطفل وشفنا فيه الاعراض دي هنعمل ايه بقى؟ الحقيقه في يعني النت مليانه والشركات الدعائيه ادويه وفيتامينات واكل، ده بيزود وده بيقلل، كل ده طبعا يعني لم يثبت علميا يعني. طب ايه ثابت؟ حتى في حاجات علاج غذائي، علاج ضغط اكسجين، كل ده ما يعني ما ثبتش فايدته الحقيقه. لكن التحفيز المغناطيسي للجمجمه تحت الدراسه لسه. هو العلاج الأمثل إن هو يعني حد مختص يبدأ يدرب الطفل، يعني وحد بس يجذب انتباهه
هو دي أكبر فايدة، مش نحطه مثلا في حضانة ويهمل يبقى مع عدد كبير، لا لازم واحد one by one زي ما بيقولوا كده. زي شوف حضرتك المدربة دي، لا الطفل يحب السمك فإيه تخليه معاه وتوريله أحواض سمك ويشاور، تبدأ تجاريه فيبدأ يعني من حبها، والطفل بينجذب للحنان يعني. وده بصراحة أكتر طريقة يعني فعالة شفناها لغاية دلوقتي. وده برضو المدرب ممتاز اهو، لا الطفل بيحب المية وبيسعد قوي فيصبر عليه وياخده، لما الطفل يلاقي المرافق بتاعه بيهوده كده ويشوفه عايز ايه، يبدأ بقى يطلع من القوقعة دي واحدة واحدة. وزي ما دي طلعت مثلا اهي ما شاء الله، دي من معجزات العالم دي يعني، روائية شهيرة اللي هي هيلين أدم كيلر، كان عندها يعني تلت يعني عندها ضعف في السمع وكفيفة وما بتتكلمش، وتعلمت وكانت على وشك تاخد جايزة نوبل في الآداب يعني، مؤلفة رواية ذهب مع الريح العالمية. طبعا يعني هي بتمتن للمعلمة آن سوليفان اللي رافقتها تنتهي علاقتها بيها حوالي 50 سنة. هو أصعب حاجة بس أول 6 شهور أو أول سنة من عمرها يعني، لأن دي الفترة اللي بتحاول تشوفه، كان بتعلمها على كف ايدها وتعلمها، هنشوف حضراتكم هنا بتاخد ايدها تحطها على فمها زي ما شايفين في الصورة اليسار دي، عشان تحسسها تقول لها ووتر واحدة واحدة معاها خالص، لغاية ما عرفت الكلمات وبدأت تقرأ لوحدها بقى بطريقة باي اللي هي يعني حاجة جميلة جدا. وبيطلع بقى يبدأ بقى المواهب تطلع بقى. شوف حضراتكم الطفل الصغير ده لما يقدر يغلب يعني 7 خبراء في الشطرنج على مستوى العالم، شوفوا مدهوشين منه ازاي. وشوف الدولفين اللي قدر يدربه سبحان الله على الألعاب المائية والكورة، فما فيش حاجة، ما فيش يأس، إن شاء الله خير بإذن الله، وشكرا لحضراتكم.